وبما تخافون من شري. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست علياء، ازي حضرتك؟ من فضلك كان عندي استفسار. اتفضلي يا فندم. هو احنا كنا عاملين جروب للقران، بنقرا يعني مقسمينها، كل واحده بتقرا جزء كل يوم وبنعمل ختم كل يوم. تمام. فانا جيت لما ابتدت يعني المدارس كده بقى الجزء تقيل عليا، فبخص بدل ما انقطع بيتقسموا انا وواحده صاحبتي، انا تمام. اقرا نص وهي تقرا نص. تمام. بس ما ببقاش بقى مش بقرا بالتسلسل، يعني مثلا النهارده الجزء الاول هي بتاخد النص الاولاني وانا باخد النص التاني. تمام. اجي بكره هي تاخد النص الاولاني وانا اخد النص التاني كده. تمام. فهل ده فيه وزر ان انا مش بقرا القران بالتسلسل؟ خالص ابدا، خالص ابدا، خالص خالص يا ست الكل. عمل عظيم وثوابه ان شاء الله جزيل. وعلمنا الاسلام ان من لا يدرك كله لا يترك كله. يعني ايه؟ يعني الاسلام قال لنا حاجه جميله قوي، مش هقدر اقرا انا الجزء، ممكن اقسمه انا وصاحبي، ماشي مش مشكله، هو ياخد النص الاولاني انا اخد النص الثاني، مفيش مشكله. مشايخنا لما كان حد من الصالحين يموت ويقول لك هنجتمع نختم القران على روحه الطاهره ونهديه ليه، فكنا نعمل ايه؟ نقسم القران علينا، ففي واحد مقدرته ياخد خمس اجزاء، وواحد ياخد جزء، وواحد ياخد جزئين، وواحد ياخد ثلاثة. فالحمد لله ان احنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي النهارده في نشر الخير. يا رب كتر من علياء ومن اصحاب علياء، نكتر كده من نشر الخير ومن نشر الفضائل ومن نشر كريم الاخلاق وفضائل الخصال. عايزين ننشر الحاجات الجميله دي، ربنا يبارك فيك ويحفظك، لك الاجر الجزيل. أنت لو كنت صاحبة الفكرة فلك أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء إلى يوم القيامة.